القصص بتاعتها ما بتنتهيش، دايماً بتبحث عن الترند ولو حتى بالأزمات والمشاكل. ريهام سعيد أهم حاجة عندها إن اسمها يكون في قائمة أهم الأخبار أو الأكثر قراءة. اتحبست واتضربت ومؤخراً اتشوهت، بس جسوات متصدرة الترند برضو. يا ترى إيه هي قصص ريهام سعيد مع الترند وليه دايماً بيكون ده هدفها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. من يوم ما اسمها اتعرف سواء في الوسط الإعلامي أو الفني، ودايما بيصاحبه كلمة أزمات ومشاكل. وآخر أزمة صاحبت اسم ريهام سعيد في السوشيال ميديا هي أزمة عملية التجميل اللي عملتها، وبسببها اتشوهت ملامحها ووشها على إيد طبيب لبناني مشهور، واللي بعد توالي الأحداث الطبيب رد على كلام ريهام وكشف إنها تهربت من دفع باقي مستحقات العملية اللي قيمتها 25,000 دولار عن طريق اتهامه بإنه شوه ملامح وشها، رغم انها وفقا لكلامه كانت على علم بنتيجة العملية قبل اجراءها. ازمة من نوع مختلف كانت ريهام سعيد بطلة رئيسية فيها، لما اتهمها الفنان حجاج عبد العظيم انها سرقت فكرة البرنامج بتاعه خارج نطاق الخدمة اللي كان بيقدمه على قناة ARC، وقامت بتغيير اسمه لاسم تاني هو من غير زعل، وقدمته مع الفنان سعد الصغير، رغم انه كان اتفاق بحسب كلامه مع مدير اعمالها على اعادة تقديمه معاها هي شخصيا. اسم ريهام سعيد اتصدر الأخبار والسوشيال ميديا مرة تانية لما تم اتهامها بأنها بتحرض على خطف طفلين واستغلال الواقعة في صناعة سبق إعلامي، ووقتها صدر قرار بضبط ريهام سعيد وأحضرها للتحقيق في النيابة، لكن وقتها قوات الأمن مرقاش ريهام في بيتها، ووفقاً لأوراق القضية رقم 228 لسنة 2018 جنايات خطف السلام تاني، وجهت النيابة اتهامات لريهام سعيد ورئيس التحرير برنامجها صبايا الخير واتنين من معدي البرنامج بالتحريض على خطف طفلين لعمل سبق إعلامي. الفنانة زينة اتهمت المذيعة ريهام سعيد بسبها ومحاولة تشويه سمعتها في حلقة عرضتها ريهام ضمن برنامجها صبايا الخير على قناة النهار، وقضت محكمة جنح أول أكتوبر بحبس ريهام لمدة 6 شهور بالإضافة لغرامة مالية قيمتها 10,000 جنيه. ووقتها استأنفت ريهام على الحكم، وبعد كده طلع قرار من محكمة جنح مستأنف الهرم ببراءة ريهام من التهم المنسوبة إليها. كانت القضية المعروفة إعلامياً باسم فتاة المول من أبرز الأزمات اللي واجهتها ريهام سعيد، وبدأت القصة لما استضافت ريهام بنت اتعرضت للتحرش من أحد الأشخاص في مول تجاري شهير، وبعد كده ظهرت ريهام ونشرت صور شخصية للبنت دي، ولما صور البنت اتعرفت البنت اتهمت ريهام وفريق عمل البرنامج بالاستيلاء على الصور من تليفونها بدون علمها، وتعرضت ريهام لهجوم عنيف جداً من الجمهور على السوشيال ميديا اللي طالب قناة النهار بوقف البرنامج، وبالفعل استجابت القناة للجمهور ووقفت البرنامج قبل ما يرجع تاني من فترة بنفس الاسم لكن على قناة تانية. في فترة ما ريهام انتقدت بشكل شديد جدا الانتقاد المكثف بمستشفى 57-357، وده تسبب في انتقاد مالك قناة النهار علاء الكحكي ليها، وعمل مداخلة تليفونية معها على الهوى، واضطرت ريهام سعيد للانسحاب من البرنامج كنوع من الاعتراض منها على هجوم مالك القناة علاء الكحكي عليها. اتسببت حلقة قدمتها ريهام سعيد خصصتها لتوزيع مساعدات على اللاجئين السوريين في مخيمات في اتهامها بالإساءة للشعب السوري، والبعض اعتبر ان طريقة ريهام في الكلام عن سوريا وأزمتها غير لائقة، والسوشيال ميديا كالعادة قامت عليها وهجمتها، لكن ريهام خرجت ونفت انها تكون تقصد الإساءة للشعب السوري في كلامها. حلقة ريهام سعيد عن اللاجئين السوريين اتسببت في ان الإعلامي يسري فودة يفتح هجوم كبير جدا عليها، لدرجة ان ريهام خرجت واتكلمت عن هجوم يسري وقالت ان هي كانت بتحترمه وكان من الممكن ان هي تتعلم منه شيء في وقت من الاوقات، لكن ردها عليه ده لانتقاده لشخصها، وده وفقا للكلام اللي قالته ريهام سعيد في برنامجها.